وينضم إلي عبر الخط الهاتفي الصحفي جهاد نبو والمتواجد شمالية سوريا. جهاد، آخر التفاصيل والمعلومات الميدانية الناتجة عن العملية العسكرية التركية، خاصة وأن هناك أنباء تتحدث عن استمرار وتزايد أعداد النازحين، تزايد أعداد عناصر تنظيم داعش الذين باتوا الآن طلقاء. تحياتي لك ولمشاهدي قناة اي 24. طبعا بداية، في اليوم الخامس على التوالي ما زال الجيش التركي والفصائل التابعة للجيش التركي في عملية نبع السلام، ما يسمونها بعملية نبع السلام مستمرة، ولكن مع فشل الزريع لقوات التركية والفصائل التابعة له. من البارحة في حوالي الساعة 12 في منتصف الليل، لكن الجيش التركي يقول بأنه بات يسيطر على كل الشريط الحدودي بين شمال سوريا وتركيا. هذه الأخبار عارية عن الصحة. دعني أكمل لك أستاذي. ادعاء الدولة التركية، طبعا هناك حرب خاصة يمتهنها الدولة التركية وحرب نفسية تجاه ما يقوم بها الدولة التركية. مدينة رأس العين هي مدينة بينها وبين الحدود التركية صفر كيلومتر. طبعا ما قالت عنه وما تقول تدعيه في تركيا عن سيطرتها على نصف مدينة رأس العين فهي عارية تماما عن الصحة. البارحة في الساعة 12 في منتصف الليل هم كان يوجد تقدم قليل أو تقدم بسيط للقوات التركية باتجاه داخل مدينة رأس العين، ولكن في الساعة 12 تم هناك قام قوات سوريا الديمقراطية بهجوم معاكس، ومن خلال هذا الهجوم تم تنظيف كامل مدينة رأس العين من القوات التركية والفصائل التابعة لها. وفي أيضا في طل أبيض نفس الحديث، هناك فشل كبير للقوات التركية في التقدم نحو مدينتين. ولكن بالنسبة للقرى التي سيطرت عليها، طبعا هي مؤكدة كون القوات السورية الديمقراطية قد انسحبت منها كي تقوم تستطيع في مقاومة وصد هذا العدوان. نعم جهاد، ماذا بخصوص المعلومات التي تقريبا تجمع عليها كل الأطراف حول عناصر داعش والذين أصبحوا يسيطرون على بعض المناطق أو على بعض الطرق الدولية بحسب ما أفادت قوات سوريا الديمقراطية؟ طبعا معلومات صحيحة. اليوم صباحا قام الطيران التركي بقصف مخيم عين عيسى والذي يأوي أكثر من 30,000 نازح، ومن ضمنهم ما يقارب 130 عائلة من عوائل تنظيم داعش الذين تم اهتجازهم وتم اعتقالهم خلال عمليات تحرير كل من الطبقة والرقة ودير الزور ومناطق من أيضا المناطق الأخرى التي كانت تحت سيطرة. نعم جهاد، يبدو بأن هناك خلل فني، نكتفي بهذا القدر. أشكرك جهاد نبو الصحفي المتواجد شمالي